حبايبي الحلوين، رجعت لكم تاني النهاردة مع حرف جديد وهو حرف الميم. يلا نبدأ. زي ما وضحنا قبل كده، كتابة حرف الألف موجود معانا نقطة البداية والسطر. تعالوا نشوف مع بعض كتابة حرف الميم بشكله الصحيح. ببتدي من نقطة البداية، بطلع ألف وانزل أقف على السطر، أمشي شوية وانزل تحت السطر. تابعوا كده السهم وهو مرسوم. طيب، إحنا قلنا قبل كده إن كل حرف ليه أصواته وكمان ليه أشكاله. تعالوا نسمع مع بعض أصوات حرف الميم. ما مي. النشاط اللي معانا دلوقتي لاحظ ولون الصور المناسبة. دلوقتي هيظهر معانا حرف، هنختار الأشكال المناسبة للصوت تبع الحرف. ما ما، تعالوا كده نشوف الأشكال. ماوس، ملعب، أسد. اسمع كده كويس معايا، ما ماوس، ملعب، أسد. ها، برافو ماوس وشطار. ايه كمان؟ برافو عليكم حبايبي، ملعب. ما ماوس، ملعب، برافو. اما الصوت اللي هيكون معانا دلوقتي، مي مي. نشوف كده الاشكال مع بعض، مفتاح، مكواة، مقص، بطة. تاني نسمع كويس، مفتاح، مكواة، مقص، بطة. فكر كده كويس، شوف أي شكل من الأشكال دي بيبدأ بصوت مي. برافو، مفتاح. إيه كمان؟ شطار، مقص. ناقص، برافو عليكم، مكواة. شطار، يبقى مي، مفتاح، مقص، مكواة. برافو عليكم. الصوت الثالث اللي معانا دلوقتي، مو مو. يلا كده نشوف الأشكال، مهرج، مثلث، مربع، تاج. نسمع تاني، مهرج، مثلث، مربع، تاج. ها، برافو، مهرج. ايه تاني كده؟ فكروا معايا، مثلث. شطار، ها، برافو عليكم، مربع. مو، مهرج، مثلث، مربع. شطار. النشاط اللي معايا دلوقتي، اكتب الحرف الاول مع الضبط. هيكون معايا عدة اشكال، هنسمع كل شكل كويس قوي ونعرف بيبدأ بفتحة ولا كسرة ولا ضمة. تعالوا نشوف. اول شكل معايا، ماوز، ماوز. ما ما ماوز. هيا حلوين، صوتها ايه؟ برافو عليكم، ميم وعليها فتحة. ما ما ماوز. نشوف كده الشكل التاني، مهرج، مهرج. مو مو، مهرج. ها، برافو، شطار، ميم وعليها ضمة، مو مو،
مهرج. الشكل اللي بعده ميكس. ميكس. مي مي ميكس. شطار. ميم وتحتها كسرة. ميكس. برافو عليكم. آخر شكل معايا مثلث. مثلث. مو مو مثلث. برافو عليكم. ميم وعليها ضمة. مو مثلث. شطار. النشاط اللي موجود معانا دلوقتي هو لون الكلمات التي بها صوت الميم. لازم نسمع كويس كل كلمة أنا هوضحها ونعرف بالضبط مكان حرف الميم، سواء كان في أول ولا وسط ولا آخر الكلمة. جاهزين؟ يلا. أول كلمة أمل. 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 ها فين حرف الميم؟ برافو عليكم. حرف الميم في وسط الكلمة. نسمع كده الكلمة اللي بعدها مانجو. مانجو. فكر كده كويس واسمع كويس قوي. مانجو فين حرف الميم؟ سمعنا فين؟ ها برافو عليك. فأول الكلمة. نشوف كده الكلمة اللي بعدها الموز. الموز. ها فين؟ برافو في وسط الكلمة. شطار. المتجر. المتجر. ها يا حبايبي فين حرف الميم؟ فين مكانه؟ برافو عليكم في وسط الكلمة. فم. فم. شطار. حرف الميم في آخر الكلمة. آخر كلمة معانا مش. 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 برافو في أول الكلمة وفين تاني؟ فكر كده كويس. شطار برافو عليكم في وسط الكلمة. كلمة مش مش حرف الميم في أول الكلمة وأيضا في وسط الكلمة. برافو عليكم. النشاط اللي موجود معانا دلوقتي هو عبارة عن تكوين كلمة. هنسمع صوت الحروف وعاوزين نتعرف على الكلمة اللي بتكون منها الحروف دي. أو م. نسمع كده كويس. أو م. ها سمعنا كلمة ايه؟ برافو عليكم. كلمة أم. أم. كلمة أم. برافو عليكم. دلوقتي احنا خلصنا حرف الميم وراجعنا على أصواته وأشكاله وحلينا كمان تدريبات عليه. هشوفكم قريب مع حرف جديد. باي باي.